النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تم حضرتكم، ولكن الاول خلينا نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. كان ابرزها الاجتماع اللي عقده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل متابعه مخطط تطوير حديقه الحيوان في الجيزه. وجه سيادته بتنفيذ مشروع التطوير بمعايير عالميه. كمان امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال ان الحكومه هتضع ملف جذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه بقمه اولوياتها. تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، ووجه سيادته بتنفيذ مشروع التطوير على نحو يضاهي نظيرتها العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه مؤشرات الأداء المالي للدولة ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب. وجه الرئيس بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع اللي وردت للموانئ وكمان سرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة بتضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة اللي جاية، وإن الحكومة بتواصل العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. امبارح كمان تابع الدكتور مصطفى مدبولي عدد من ملفات عمل وزارة البترول، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية سعياً لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وده في ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية الحالية. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، وإن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وصل ل 31 ألف مصري حتى الآن. امبارح قررت الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير الجاري، وده لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل ل 60% بالمنافذ والسرادقات التابعة ليها. وما زلنا مستمرين في استعراض أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس لتقرير أكدت فيه أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو مليار و500 مليون دولار في نوفمبر اللي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية ل 2 مليار و500 مليون دولار في شهرين. نقلت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول أنه بالرغم من الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022. أكد أيضا المصدر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار، وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا حوالي 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت يوم أمس. كان منها إطلاق قافلة تضم 25 سيارة محملة بالمواد الغذائية المدعمة في محافظة البحيرة. كان منها أيضا تمويل 37 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك بقيمة بلغت 8 مليون جنيه في محافظة المنوفية، وكان منها تسليم 61 وحدة صناعية كاملة التجهيزات لعدد من المستثمرين في محافظة أسيوط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. The
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحيرة اللي تم فيها إطلاق واحدة من أكبر القوافل الغذائية تحت شعار معاً ضد الغلاء. القافلة بتضم 25 سيارة بتحتوي على مختلف السلع الأساسية بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%. في المنيا تم البدء في أعمال الرصف لشوارع مدينة ديرمواس بواقع 10 شوارع وتفرعاتها شمال المدينة ضمن خطة الرصف للعام المالي 2022-2023. في المنوفية قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك قروض بقيمة 8,579,000 جنيه لتمويل 37 مشروع خلال شهر ديسمبر اللي فات. في الشرقية بدأ التشغيل الفعلي لمحطة مياه الشرب بأبو كبير واللي أقيمت على مساحة 4.5 فدان بطاقة إنتاجية 40,000 متر مكعب يومياً بتكلفة 555 مليون جنيه بهدف القضاء على ضعف وصول المياه للمواطنين بالمدينة والمناطق المجاورة لها. في الجيزة أعلن المحافظ اللواء أحمد راشد إن المحافظة تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها. في أسيوط سلم المحافظ اللواء عصام سعد 61 وحدة صناعية كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الجديد بالمنطقة الصناعية عرب العوامر بمركز أبنوب. الوحدات دي مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيميائية ودوائية، وتم تسليمهم ل 54 مستثمر. في بني سويف تم بدء تشغيل مشروع النقل الجماعي اللي بيوفر 30 أتوبيس لدعم منظومة المواصلات العامة على مستوى مراكز المحافظة. في الإسكندرية أكد المحافظ اللواء محمد الشريف إن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى اللي بتشتغل عليها المحافظة لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال، وقال إنه تم التدخل في 1000 قضية طفل معرض للخطر بالتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة العدل واستقبال 1860 بلاغ طفل معرض للخطر. في دمياط نفذت شعبة المسرح التابعة لإدارة تنمية النشأ بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المرحلة الأولى من المسابقة الفنية القومية كنوز مصرية، وتم تقديم مسرحية أهل الكف على مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة.